يلا بدنا نرحب بالفنانه الجميله بوسي معانا في بوابه اخبار اليوم. مرحبا بيك يا حبيبتي، الف برافو، الف مبروك على الفيلم. ايه الدور الجامد ده؟ مارلين مونرو مره واحده. معلش بقى، حابين نفاجئ الناس كده شويه. كلميني على الدور. حبيبتي والله وعامله مارلين مونرو، بس طبعا زي ما انت شايفاها كده اللي هي بتبقى رقه شويه. وعشان ما نحرقش بس الفيلم، اللي هي بتقلب بعد كده شعبيه شويه، ما بتتعصب بتقلب شعبي بقى، يعني مش مارلين مونرو خالص خالص. انت عارفاهم طبعا، احمد فهمي وشيكو وماجد بيعملوا افكار كده جامده جدا، وربنا يوفقهم يا رب، وجامدين جدا 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 والله. وطبعا الحاج هو كلمني قال لي احنا عايزينك معانا في مارلين مونرو. اهو الحاج اهو اتفضل معانا. قال لي عايزينك معانا في العربيه العالميه، وانت عارفه طبعا انا بنت الحاج يعني. 100 100 10 على 10. الله يبارك فيكم، عيد سعيد يا رب، ورب الفيلم يكسر الدنيا باذن الله. طيبين، كل سنه وانتم طيبين. يا رب يخليك يا حبيبي. ان شاء الله. وطبعا داخله معنا هو في مع ياسمين عبد العزيز ان شاء الله فيلم جوازه ميري، ان شاء الله برضو واخده دور كبير الحمد لله. وياسمين جميله وفيلم جميل قوي. لا مش قادره اقول لك، ياسمين دي عارفه انت يعني واحد صاحبنا كده. اختنا كلنا يعني، بصراحه لذيذه، وانا حبيت الشغل معاها قوي قوي، ومن قبل ما اشتغل معاها وانا بحبها اصلا انا بحب ياسمين. وان شاء الله داخلين اهو عمر وسلمى ان شاء الله مع الحاجة. عمر وسلوى. سلوى 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 هي سلوى. عمر وسلوى. عمر سعد. ده فيلم شعبي جميل، بس فيلم شعبي شيك. هينزل عيد كبير باذن الله. عيد كبير ربنا يخليك. كل سنه طيبه حبيبي.